كده كلمتكم على اللي بيحصل هنا، ايه رايكم؟ انا عايز اكلمكم على اللي ما بيحصلش هنا، عايز اكلمكم على اللي بيحصل في كوكب دبي الشقيق. شوف احنا كنا بنتكلم على اليابان، النهارده بقينا بنتكلم على دبي. عندي فيديو عايز زملائنا يحطوه وعايزين ننشره على صفحتنا على الفيسبوك. الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي عمل ايه؟ ده نائب رئيس دولة الامارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. نزل الصبح اخذ بعضه راح منطقة مكان اسمه بلدية دبي، اللي حضراتكم شايفينه ده محمد بن راشد دخل المكاتب الحكومية بتاعة المديرين في بلدية دبي صباحا اهو، وبدأ يتفقد المكاتب. طبعا حضراتكم هتلاحظوا حاجة غريبة جدا، ان معظم مكاتب الادارات الكبيرة في دبي ملهاش ابواب، وده بامر حاكم دبي في الادارة. قال لك انتوا حاطين ابواب ليه يا عم؟ ايه حكاية الابواب اللي بتعملوها؟ كويس؟ فده تفقده لحاجة تانية، ده اعتقد تفقده للمطار. المهم انا عايز اكلمكم في الحتة دي، لان هو بس هو كل اللي طلعه الفيديو التسع ثواني دول، ثم قراره بعدها انه احال 9 قيادات تنفيذية عليا، 9 قيادات تنفيذية عليا احالهم الى التقاعد في نفس اليوم. انتوا بتتكلموا على المدير التنفيذي لإدارة الشؤون القانونية والمستشار القانوني لبلدية دبي، انتم متخيلين بلدية دبي دي والشقق والعمارات والعقارات والدنيا والدين اللي فيها؟ المدير التنفيذي، الدنيا مش هتقف عليه، دخل المكتب ما لقاهوش موجود، تقاعد. اشكرك. ومين؟ نائب المدير العام ومساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، ده في البلدية في دبي. انتوا متخيلين 9 من اكبر المديرين اللي بيديروا الامارة اللي مكسرة الدنيا بنا وكذا وكذا، دخل ملقاوش على المكتب 9 في نفس اليوم وحيلوا الى التقاعد. كويس. هذا الرجل اخذ هذا القرار. الفيديو الثاني لما راح المطار وبدأ يتفقد اللي داخل عندنا ده بنعمله ازاي، اللي هو كان هو بيتمشى كده وجدتهم يا اخوان، شفت العازل الزجاجي اللي فيه الواحد والمتعامل برا، وكانه يعني خايف ان يصغر، فامرت يشيلون هذا العوازل. ثم رايت ان كثير من المدراء والمدراء صاك على عمله في هذا المكتب ويكون مشغول، فجبنا النجارين وشلنا الابواب. شفتوا الاداره؟ باب ايه؟ انت مش مدير والناس لازم تشوفك وتشوف ادائك وتخش لك وتبقى انت ما انت موجود ليه؟ انت بتقفل الباب ليه؟ شيلوا الابواب. انا عايز اقول لكم والنبي والنبي تخيلوا ده، تخيلوا ده لو حصل في مصر. ده انت عندنا محافظين ووكلاء وزراء بيخشوا مستشفيات ما بيلاقوش في مستشفيات، مش بقى وزارات. تخيلوا لو نزل الرئيس الملك على فكرة ملك الأردن مرة تنكر ونزل برضو عمل جولة من دول، هما جولتين بعد كده المصالح الحكومية تخاف. ملك الأردن مرة تنكر في زي واحد عجوز عايز جاله حالة وعايز يكشف في مستشفى، وركب تاكسي ودخل المستشفى، الحقوني يا ولاد، وعلى اللي عملوا فيهم بعد كده. عشان انت ازاي تلمس؟ ازاي هيجي لك تقارير؟ الراجل ما قال لهمش هاتوا لي تقارير عن الاداء، لا ده نزل بنفسه فجاه. بتلاقيه الراجل ده بيتصور في مطاعم قاعد مع الناس وفي وسط الناس بياكل، مطاعم عاديه، وسايق عربيته بيروح هنا وبيروح هنا وبيلف، علشان كده في خدمه، علشان كده في اداء. وما فيش حد قال له والله لو شلت دول الدنيا هتقف، وما فيش حاجة اسمها نلجأ إلى القانون وممنوع رفض أنت مش موجود على مكتبك وبتشتغل وما فيش عندك عذر. أشكرك. وعلى فكرة ده وجه ليهم الشكر، يعني بعد الجولة دي هذا الرجل وجه الشكر لكل المديرين دول وقال لهم شكرا، احنا هندي الفرصة لمديرين آخرين والشباب يبدأ يدير بقى.
دي جولته بقى في المطار اعتقد اهو، وفيها صورة من اقوى ما يمكن. ده بقى على الناس اللي جاية، وادي الناس بتوع الباسبورات والفيز والدخول الى مطار دبي، وقف ورا موظف من موظفين وشافه بيلعب في الموبايل بتاعه، وفي قدامه سايح او عامل عاطيله باسبوره والراجل سايبه وبيلعب في الموبايل. طبعا حضراتكم عارفين الراجل ده بقى فين دلوقتي. انت لو النهارده عملت جوله من دول، لو كلف الرئيس، مش هقول لك الرئيس ينزل، لو قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف 10 اشخاص ان هم ينزلوا يعملوا جوله زي دي على المصالح الحكوميه، انت هترفد من 6 مليون ل 7 مليون بني ادم في مصر في خلال اول شهر. ده انت عندك ناس، ده انت عندك نص الموظفين اصحابهم بيمضوا لهم. ما قالكش بقى دخل لا بيفطر ولا جايب سندوتشات ولا قاعده بتقمع باميه ولا قاعده بتضرب المحشي ولا نازله للجمعيه اللي معموله تحت مش عارف، ما فيش الكلام ده. انت في شغلك انت بتشتغل. شوفوا احنا عندنا ايه، وشوفوا كيف تدار الامور بحسم. احسم، انجز، خلص، وخد القرار، وخد القرار في وقته. ما بتقفش على حد، لا وقفت قبل كده ولا هتقف بعد كده على حد. ما بتنجزش، مع الف سلامة، اشكرك شكرا جزيلا. ادي فرصة لحد تاني يجي ينجز.